السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جونيور وان؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتونا جدا، ان شاء الله تكون سنة سعيدة علينا جميعا. طيب النهاردة عندي درس من دروس اللغة العربية. درس النهاردة بستخدمه في معظم كلامي او بستخدمه كمان يوميا. درسي عبارة عن ايه؟ تعالوا نتفرج مع بعض على مجموعة من الصور ومنها هنعرف اسم الدرس. اول صورة عندي صورة تلميذ. او طيب انا لو حابة اشاور على التلميذ هقول ايه؟ ده تلميذ، ده تلميذ. لا مش هينفع. طب نشوف صورة تانية، صورة تلميذة. هقول دي تلميذة. يبقى معنى كده انا ما عنديش حاجة في اللغة العربية اسمها ده ودي. هستبدلهم بايه؟ وده اسم درسي النهاردة. اسم درسي النهاردة من اسماء الاشارة. ليه قلت من اسماء الاشارة؟ لاني اسماء الاشارة عندي مجموعة اخوات كتير، بس انا عشان لسه صغنن هاخد حاجتين منهم بس، وكل ما هكبر كل ما هاخد حاجة جديدة. النهاردة عندي اول اسم من اسماء الاشارة، تعالوا نشوفوها نقرأ. هذا ولد، هذا ولد. يبقى اول اسم عندي من اسماء الاشارة هذا. فاكرين لما جبنا صورة التلميذ؟ نشوف مع بعض. او الولد، وقلنا عايزين نشاور على الولد فقلنا مش هينفع نقول ده. طيب هنقول ايه؟ هذا تلميذ، هذا تلميذ. شاورت عليه وقلت هذا. طب احنا شايفين الولد ده ولد واحد ولا مجموعة من الاولاد؟ ده ولد واحد، يعني معنى كده انه مفرد. مفرد. يبقى انا اول حاجة عرفتها من اسماء الاشارة هذا، وهذا بتستخدم للمفرد. يعني ايه للمفرد؟ يعني الواحد. طيب احنا شايفين الصورة كويس جدا، يا ترى الولد ده مذكر ام مؤنث؟ مذكر. يبقى انا عرفت كمان ان اسم الاشارة هذا يستخدم للمفرد المذكر، للمفرد المذكر. يا ترى التلميذ عاقل ام غير عاقل؟ عاقل. يبقى كمان فهمت ان اسم الاشارة هذا يستخدم للمفرد المذكر العاقل. بس كده يا ميس؟ لا، تعالوا نشوفوا مع بعض صورة تانية. معايا صورة ايه؟ قلم. هشاور على القلم واقول ده قلم. قلنا لا، هنستخدم له ايه؟ هنستخدم هذا، لانه القلم واحد مفرد، وقلنا هذا تستخدم للمفرد المذكر. طب يا ترى قلم عاقل ام غير عاقل؟ غير عاقل. يبقى انا فهمت ان اسم الاشارة هذا يستخدم للمفرد المذكر العاقل والغير عاقل. تعالوا مع بعض نقرأ الأمثلة ونفهم أكتر. أول مثال عندي هذا ولد، هذا ولد. تاني مثال هذا قرد، هذا قرد. الميس قالت لي إن هذا تستخدم للمفرد المذكر. ولد مفرد أم جمع؟ مفرد. مذكر أم مؤنث؟ مذكر. عاقل ام غير عاقل؟ عاقل. المثال التالي هذا قرد. قلنا قرد مفرد ومذكر وغير عاقل. يبقى انا فهمت ان هذا من اسماء الاشارة تستخدم لايه؟ تعالوا نشوفه مع بعض. مثال تاني هذا باب، هذا باب. مفرد و غير عاقل ومذكر. مثال اخر هذا ارنب، هذا ارنب. ارنب مفرد ام جمع؟ مفرد. مذكر ام مؤنث؟ مذكر. عاقل ام غير عاقل؟ غير عاقل. طيب يبقى انا استنتجت القاعدة بتاعتي وفهمت اول اسم من اسماء الاشارة هذا بيستخدم لايه؟ تعالوا نشوفه مع بعض. هذا تستخدم للمفرد المذكر، للمفرد المذكر. عاقل
وغيره عاقل. يبقى أنا أول اسم من أسماء الإشارة عندي هذا، هذا يستخدم للمفرد المذكر. طيب فاكرين صورة البنت؟ تعالوا نشوفوا مع بعض. البنت قلنا ايه؟ دي بنت؟ لا مفيش حاجة اسمها دي بنت، فاحنا قلنا هنستخدم اسم إشارة. طب احنا كنا اخدنا هذا، ينفع اقول هذا بنت؟ ينفع؟ لا ما ينفعش. هستخدم ايه للبنت او للتلميذة؟ هستخدم اسم إشارة تاني وهو هذه، وهو هذه. هذه تستخدم لإيه؟ للبنت، للبنت بس يا ميس، للعاقل بس. تعالوا نشوف الصورة مع بعض. صورة إيه؟ قطة. هينفع أقول هذا قطة؟ لا مش هينفع، هقول هذه قطة. تعالوا نتفرج مع بعض أو نقرأ الأمثلة مع بعض ونفهم أكتر. هذه فراشة، هذه فراشة. أول حاجة هبص عليها، فراشة مفرد أم جمع؟ فراشة، فراشة واحدة ولا مجموعة من الفراشات؟ آه فراشة واحدة. طب يا ترى فراشة مذكر أم مؤنث؟ مؤنث. يبقى هقول هذه فراشة، هذه فراشة. ميس فراشة عاقل أم غير عاقل؟ غير عاقل. طيب نقرأ المثال التالي. هذه بنت، هذه بنت، هذه بنت. بنت مفرد أم جمع؟ مفرد. مذكر أم مؤنث؟ مؤنث. عاقل أم غير عاقل؟ عاقل. أنا فهمت إن اسم الإشارة هذه يستخدم للمفرد المؤنث العاقل والغير عاقل. تعالوا نكمل مع بعض. هذه قطة، هذه قطة. مثال تاني. هذه لعبة، هذه لعبة. يبقى أنا يا ولاد فهمت إن اسم الإشارة هذه يستخدم للمفرد المؤنث العاقل والغير عاقل. هذه للمفرد المؤنث العاقل والغير عاقل. يبقى يا ولاد انا دلوقتي اخدت حاجتين من اسماء الاشاره، اتنين بس، ولما اكبر هاخد بقيه اسماء الاشاره. اخدت حاجتين، هذا وهذه. هذا قلنا للمفرد المذكر، للمفرد المذكر هستخدمها لما اجي اشاور على حاجه. انت دلوقتي قاعد كده قدامك ايه؟ شايف ايه؟ تشاور عليه. شايف باب، شايف شباك. هستخدم لها هذا، هقول هذا باب، هذا شباك. طيب عندي اسم إشارة تاني وهو هذه، وقلنا هذه تستخدم للمفرد المؤنث، المفرد المؤنث. قدامنا ايه كده او شايفين ايه؟ شايفين ايه؟ ورقة. هنقول هذه ورقة. طيب مين قاعد جنبك؟ ماما. بس مش هنقول ماما في اللغة العربية، هنقول أمي. هنقول هذه أمي، هذه أمي. يبقى أنا فهمت إني عندي نوعين من أسماء الإشارة، هذا وهذه. طيب تعالوا نحل مع بعض تدريب ونشوف فهمنا إيه. تدريب واحد، ضع هذا أو هذه. أول سؤال عندي نقط مزرعة. الميس قالت لي أول حاجة أبص عليها أشوف الكلمة مفرد أم جمع؟ مزرعة مفرد. طيب مذكر أم مؤنث؟ مؤنث. عاقل أم غير عاقل؟ غير عاقل. طب انا عندي مفرد ومؤنث، مفرد مؤنث. الميس قالت لي هذه، يلا بينا مع بعض نكتب هذه. ها ها فتحه، ذا ذا فتحه، الف. يبقى هذه مزرعه، ذال كسر، هاء مربوطه،
يبقى هذه مزرعة، هذه مزرعة. سؤال آخر، دب. دب، دب مفرد مذكر أم مؤنث؟ مذكر. ميس قالت لي المفرد المذكر ياخد هذا. يلا نكتبها مع بعض، هاء فتحة، ذال فتحة، ألف. هذا دب، هذا دب. سؤال آخر، فتاة. فتاة، فتاة مفرد أم جمع؟ مفرد. مذكر أم مؤنث؟ مؤنث. هنقول هذه فتاة، هذه فتاة. هاء فتحة، ذال كسرة، هاء مربوط. سؤال آخر، فيل. فيل، فيل مفرد أم جمع؟ مفرد. مذكر أم مؤنث؟ مذكر. يبقى هذا فيل. هاء فتحة، ذال فتحة، ألف. هذا فيل. ننتقل لنشاط آخر، هذه أمي، هذا أبي، هذه أختي، هذا أخي، هذه قطة، هذا قلم. كل حاجة حوالينا إحنا عايزين نشير إليها أو نشاور عليها هنستخدم لها هذا أو هذه لحد ما نكبر، هنستخدم هذا أو هذه. تيجوا بقى مع بعض نشوف نشاط تاني، يلا بينا نقرأ رقص السؤال. أهم حاجة يا سنة أولى قبل ما أحل أي حاجة أقرأ رقص السؤال عشان أفهم هو عايز يقول لي إيه. نقرأ مع بعض، صل صل الصورة بما بما يناسبها. يعني إيه صل؟ صل يعني وصل، صل يعني وصل، يعني أول ما يقول لي صل حوصل. تعالوا نشوف الصور بتاعتنا مع بعض. اعطيني صورتين حلوين قوي، صورة فراشة وصورة كتاب. طيب عايزني اوصل ايه بايه؟ هو احنا اخدنا ايه؟ اخدنا اسماء الاشارة، يعني هوصل هذا وهذه. تعالوا نحل مع بعض. اول صورة عندي صورة فراشة. فراشة مفرد ام جمع؟ مفرد. مذكر أم مؤنث؟ مؤنث. قلنا مفرد المؤنث هذا أم هذه؟ هذه. يبقى هذه فراشة، هذه فراشة. نوصل هذه بالفراشة. صورة تانية، كتاب. كتاب، كتاب مفرد ومذكر، مفرد مذكر. يبقى هذا هتستخدم للمفرد المذكر. الميس قالت لي ايه اللي يستخدم للمفرد المذكر؟ هذا. هذا كتاب، هذا كتاب، هذا كتاب. فهمنا ايه بقى يا جونيور وان؟ فهمنا حاجه مهمه جدا. فهمنا ايه؟ فهمنا ان احنا بنستخدم اسماء الاشاره عندما نشير الى الاشياء. يبقى نستخدم اسماء الاشاره عند الاشاره الى الاشياء. اخدنا ايه النهاردة؟ اخدنا من اسماء الاشارة هذا وهذه، هذا وهذه. هذا للمفرد المذكر، هذا للمفرد المذكر. واخدنا ايه تاني؟ هذه، هذه للمفرد المؤنث، هذه للمفرد المؤنث.